اتبعت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية عند اجتياحها مدينة تعز تكتيكاً عسكرياً مكنها في بادئ الأمر من الانتشار في أغلب أفياء المدينة، ثم ذهبت لنشر قناصيها ومدرعاتها وآلياتها العسكرية على التلال والمرتفعات. بعد ذلك أمطرت المدينة بقذائفها ورصاص قناصيها في معركة لم تكن متكافئة الأطراف. كانت هذه التلال المحيطة بحي الدحي مصدر أمن وسكينة، ولم يدرك سكان الحي يوماً أنها ستكون هاجس خوف ومصدر قلق يؤرق سكينتهم بعد أن اتخذت منها ميليشيا الإنقلاب مواقعاً لشن حربها على نطاق واسع في المدينة. منطقة الدحي كانت مهمة لميليشيا الحوثي وصالح لكثرة التباب المرتفعة فيها، وأيضا كانت مطلة على المرور والأمن السياسي، الحصب، الزنقل، وأيضا على الخط المودي إلى برباشا من جهة الحصب. أيضا كان خط دفاع بين الجهة الشمالية، فوجود تبة أمين وتبة جبل خوعة المرتفع. مثل ما ترون هذه التباب يعني لها أهمية استراتيجية للحوثيين، وذلك لارتفاعها على منطقة وادي القاضي والدحي وشارع المرور وحي المناخ. لم تكن تلك التلال هاجس القتل والموت في حي الدحي فحسب، بل كان للخط الرابط بين وسط المدينة ومنفذها الغربي أكثر أهمية لدى الميليشيات التي استماتت في السيطرة عليه أملاً في إحكام قبضتها على عنق المدينة. طبعاً تمركز الميليشيات كان لقطع الخط الرابط بين منطقة المرور والدحي، وكذلك لاستهداف المقاومة الشعبية في منطقة المناخ. كانوا يستخدمون أيضا لضرب المدينة، لأنه كان قريب ومرتفع، لضرب المدينة بالقذائف وقنص المواطنين كذلك. بين هاتين النقطتين أصبح حي الدحي على مرمى نيران الميليشيات التي كانت تنهال بشكل جنوني على تلك المباني السكنية، حيث تبدو من بعيد سليمة من أثر الاستهداف. لكن ما إن تغوص في تفاصيلها وتفتش في قلوب ساكنيها ستجد هماً وألماً كبيرين. القذائف هذا كله حق القذائف، حق الحوثي، هذا قذائف. والطائره قاعده ضربت البيت حق جاري شميري، قلعت لي باقه الابواب واتوق والقمريات، انتهت شليه، انتهت. الان احنا بذمه من؟ ذمه عفاش شلته والحوثي شلته، بذمتهم وهم السبب. منازل تدمرت بشكل
كبير لأنها كانت تنزل من السطح إلى الدر اللي هو من الأعلى إلى الأسفل. كان ناس تنزل إلى البدروم لأنه ما فيش مجال إنهم يقصوا بالأدوار العليا. بقذائف القذيفة تدخل تدمر، يعني إذا دخلت من المنزل تدخل من فوق، فما كانش الدمر بشكل مبين. أنا لو وقت في كل بيت بتحصل منفذ لقذيفة. صاروخ أجا ودخل من الطاقة، دخل من الطاقة الدور الثالث، خزق الدور الثاني ونزل للدور الأول للدكان. فأغمى علي من كثرة الضغط حقه والجدار حق السقف نزل لفوقي. فما أدري وين أنا ومغمي علي، وكنت أخطي خطوة وأدري أنه مسكت الطاقة، أحسب أننا قدنا في الباب، وكنت بقفز من الطاقة لخارج. حدث آخر أقدمت عليه ميليشيا الإنقلاب في حي الدحي تمثل بتوسيع إطار نفوذها، ونشرت آلياتها العسكرية بجوار المنازل المأهولة بالسكان، وفرضت عليهم حصارا مطبقا رافقته أعمال تعسفية وعمليات قنص ممنهجة طالت السكان. طلعوا لك على الجبل هذه كامل، ما بقول القنص بدو، ما بقول واحد مشي بالشارع قنصه، ما بقول من واحد من الشارع قنصه. شفت كيف كنا ما نقزمش نخرج من بيوتنا، ولا كنا نقزم نخرج من بيوتنا. لا يضربوا من هناك، تمركزوا هناك، تمركزوا هنا. واحد كان القناص هنا، كان في الجبل هذا القناص، كان أي واحد يقزع يقنصه، أي واحد يضوي بليت بالليل يقنصه. فكنا نمشي بالغدر يوم مغرب، والله إن أحبت تقزع وإني دخلت من البلكونة، إن أحبت تقزع الرسالة أقدر قلي ويقنصه بالجبل. مالك يا صغيرة؟ أحياناً ما نستطيعش الخروج إلى برباشة ولا للمدينة لتواجد القناصين في التباب. تحصلنا من اليوم الأول لما وصلوا الحوثيين الجامعة، تحصلنا من اليوم الأول ليوم الثاني. بنتنا معانا بنت في البلاد، بقت طلب سيارة مش نزل لأمها، قالوا لا بد لنا كل احنا بننزل لامك، لكن ما قررنا من الحوثيين ندخل، ايه نقزع لامك. لا يوم ثاني رجع خلى بن حليقه اجارنا بمطر وندير لنا دباب بقي برا. خرقوني بناتي اللي جاي من صنعاء، جاي من صنعاء عندي لاقيت ضربه بوتان فوق العطار وكان عندي. بعد خرجنا كان بدر اللي جاي من صنعاء تعمل، قالوا له المقاومه مش احنا، قال لي يضربوا من الجامعه. خرجنا نجينا الله، وقتلنا الحافلة وركبنا لما خرجنا لبرباشة. جزعنا لك صينة وجزعنا لك المناخ، جزعنا لك يعني بلود وهود، لما وصلنا روحنا البلاد صبيل. بجوار هذا المنزل الذي أصبح ركاما نشرت ميليشيا الإنقلاب مدرعاتها العسكرية، فكانت هدفاً مباشراً للقصف الجوي، وعلى إثره انتهت أسرة بالكامل.
بينهم نساء وأطفال. يوم الاثنين الموافق 11/5/2015 ميلادية، وفي تمام الساعة 6:30 أتت إحدى طائرات التحالف العربي وقامت بقصف المنطقة بصاروخ. كانوا الحوثيين بالقبل هذا، والطائرة ضربت هنا، والحوثي يصيحوا صاروخ لنا وصاروخ لكم. بنتي أول ما سمعت القارح والله إن هي أسقطت، وما سمعت يعني هذا صاروخ ما وقعش. ساروا خلوه لما طلعوا الغبار، وانا بالبيت هذاك حق العماره اللي هناك ساكنينها، فالت القمريه من عندنا من العماره اللي عندنا من شده الضغط والساروا. انا ايش داري مكان المستهدف يا اخي؟ احنا قلنا ان المستوصف هذا فوق اللي هنا، قد يكون استهدف المستوصف، الطائره ضربت هنا، شفت كيف؟ لكن مستوصف حق الاطفال هذا الذي هنا، استوصف اللقية مدري تبع الأطفال، يقولوا إنه إحنا ما إحنا جارين، يقولوا إنه كان بينه دبابة واثنين تقومات، لكن ما إحنا جارين. بالنسبة طبعا الصاروخ جاء مباشرة إلى منزلي، أدى طبعا الصاروخ إلى استشهاد 10 من أفراد أسرتي. صدام وأهله زوجته وعياله 2-4، وأمه وعياله 2-4، يعني 3 و3 أخته وعياله 2-3 6 6 و4 10، هذا الذي بالبيت هذه. وبن عبد الواسع من هناك ما كانوا، بن بنتي كان ساكن هناك بالشقة هذه، خرج هو عياله للشارع، شوف الماء ما صحهم لك عنش ندفنهم، صحهم الماء الذي كانوا بالتوانك بالساق نزل فوقهم وراح الغبار، الصاروخ حط هناك عند الثلاجة ذيك. هذا كنا عمل خناق البنت عزك الله حامل كانت وماتت، وهذا اللي هنا عمل خناق انكتام مع سقطة الصاروخ. ابن الذي بن صهير اللي هناك لقينه زي ما هو، ما قالوا هذا ميت ما ضرب الصاروخ، لانه ولا بريشي راقد زي الراقد، وضربوا كتمون اخو اللي كان هو فوق فراش حرق كله هذا، والراقدين بالغرفه هذه وابوهم هناك رقم بهم لا تحت. هي الولد اللي قيم راقد زي ما هو ميت، هذا من الحادي عشر، وهذا هناك 10 اللي هنا اصحاب العماره هذه، وواحد هناك واحد هنا واحد 3 14، ومحمد يحيى أستاذ محمد يحيى هنا خارج راح يتقل خبز ضربه بالمدخل، هذا حجر من المعش ضربة الصاروخ، ضربه حجر من هنا من أرض العمارة، سلع أنه أبرح اليد حقه ونزف ومات. ومحل ما صورنا هناك على مسجد السنة، واحد كان بالمسجد يقول هاني مدري نايف مدري، وتنتنا خدمت يعني بالسكن اللي بالحوش هذا، هذه اللي هم 17. واحدة منهم من بنتهم كان هي مستأجر عندي مع بنت وابن، وبعض شلة زوجة استأجر له بحضران، وبعض رجع استأجر له هنا قريب أمه، وهذه كلهم طلع عند أمه سمشي، وما قال طلع جلس عندنا، وما كان يروح البلاد قاهي معطف والسيارة شجرهم الصباح مروح البيت كل حاجة جاهز والسيارة تجيهم، قال يا 3 أيام السيارة تجي هون تأخروا. تأخروا عائلة كامل الآن هم تحت الأنقاض، الآن هم تحت الأنقاض. لم تكتفي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بتسببها المباشر في هذه الفاجعة، بل ذهبت لمنع كل من يتقدم إلى المكان لانتشال جثث الضحايا وإنقاذ من تبقى على قيد الحياة لتستمر مدة البحث عنهم.
ستة أيام وبالأدوات البدائية البسيطة. والله مفاعلين خير، عنده واحد كمبري يعني معطور، واحد عنده البترول الديزل، واحد عنده القلخ. لقينا الحريم بالزغط هذا أول يوم، ورحنا وألمناهم للدكان هذاك، وقينا هذا أو يعني أول النهار. والساعة 2 بعد الظهر تغدينا وقينا قتلنا، لقينا صهيرين هناك السقف هذاك. قلت لك مع باقي ولا رقوا اليدي ما لهمش، القوث حقوه وشلينا من الدكان، والعيال ما لقينوا شلينوا الدكان، ما لقينوا شلينوا الدكان. هذا اول يوم، ويوم ثاني كذلك. فسر صبيط العام على وصلت وصلت. بالنسبه لهذه كلمه ما تم بنيه وهناك ما تم ثنتين، حصلوا لك طفل يعني هكذا، هنا بولك وهنا بولك وهنا بولك وهنا بولك، والطفل يا اخي الصغير بالبساط والله. ها قال ربك يعني ذي، وأمه وجدته طفيوا لهم هناك بعد الضربة. ما عاد أقول لك هذا، وما ظهرش مصور، ما ظهرش إنسان ينقذهم يخرجهم من تحت الأنقاض. الآن ما قبروش، قبروا جماعة دو جماعة رجول، الباقي كله تحت الأنقاض. في جثث تحت ما لاقوهاش، عادوا ما حفروش على الناس ولاقوها، أو لأنه كانوا في ضرب في. فاجعة كبيرة تركت أثراً نفسياً كبيراً لدى الأهالي والسكان، ستظل كإحدى الشواهد البارزة على جرائم ميليشيا الإنقلاب في حي الدحي خصوصاً ومدينة تعز بشكل عام. لحدث الآن صوت الصاروخ، الضغط حق الصاروخ لحدث الآن في آذاني، وما زلت يعني وشة الصاروخ للآن في آذاني، مش قادر أنسي هذاك اليوم، عمري ما بنسوه لما نموت. ما عملنا، هو السبب، خاصة أصحاب تعز متوجهين على أصحاب تعز، ما عملنا أصحاب تعز، لا سرقنا حق ولا نهبنا حق. ما إجا منا لصحاب تعز، هو تربي بوادي المدان، منين كان بلاده وكانه تعز 35 سنة، لكن الرجال مش عملنا هذا العمل كله، ولا شيء، ولا شيء في صحبنا اللي عند الحوثي، ولا شيء في صحبنا اللي عند الحوثي. لكن احنا شو نصرنا الله، احنا معنا الله، شو نصرنا الله، احنا منتصرين والله، ان احنا منتصرين، احنا ندعي الليل والنهار ان احنا منتصرين، والنص موجود. بكى أصحاب تعز مش يروح شكا، لا بكاهن ولا قهرهن ولا غلابهن بأي كان، حسبي الله ونعم الوكيل، ما كان السبب. بهكذا منظور أرادت الميليشيا الإنقلابية أن تجعل مدينة تعز كومة من الركام والأحزان، وليست تلك القصة الأليمة هي النهاية، فجميع المناطق والمرافق والأحياء السكنية وغيرها لها قصص وحكايات ستروي للأجيال القادمة بأن الميليشيا مرت من هنا.